بنروح دلوقتي للقائنا مع نجمة شاشة روتانا السنة دي واللي اكتفت بالحضور على أثير الإذاعة المصرية، وهي النجمة ميس حمدان. وأول ما بنقول اسم ميس بيجي على طول في بالنا مي سليم ودانا حمدان إخواتها، بس يا ترى مين أنصح واحدة فيهم؟ وليه ميس بعدت مؤخرا عن الدراما المصرية؟ ده كله هنعرفه منها حالا. بعد غيابها عن الدراما المصرية في رمضان بتعود ميس حمدان من جديد من خلال المسلسل الإذاعي يوميات سنجل. بعد المسلسل في الإذاعة دلوقتي هيتعرض على قنوات النيل الإذاعية، كل حلقة بتكلم عن بنت سنجل بتشتغل شغلانة مختلفة وجيلها عريس مختلف بيشتغل مهنة مختلفة. لكن ليه وافقت على العمل رغم ان فكرته اتعملت اكتر من مرة؟ يمكن الفكرة ما تكونش جديدة، ولكن طريقة الطرح بتاعتها حلوة قوي، مهما اتعمل بيفضل بيسموه شائك، بيفضل بيغري البنات، بيفضل الناس بتحب تتكلم فيه وبتحب تسمعه. وايه الجديد اللي بتقدمه في المسلسل؟ حلاوته بقى ان احنا عاملينه بطريقه مختلفه، والحوار معمول بطريقه لذيذه، مش هقول كوميديه قوي، ولكن وانت بتسمعه هتحس ان انت مبتهج. وايه سبب اختيار ميس للدور؟ لان هي البنت الشقيه اللي بتمثل كل البنات، وهي بتعرف تشخص كويس جدا وبتعمل كل البنات بقى، يعني ممكن تبقى مثلا صعيدية شوية، ممكن بنت معاها فلوس، بنت بتشتغل. انور لك كل حياتك، ربنا عوض صبري خير، الحمد لله يا رب، الحمد لله. واكيد عايزين نعرف سبب ابتعادها عن الدراما المصرية في التلفزيون. لا ما ابتعدتش، بس انا من الفنانات اللي يمكن مفكر بطريقة مختلفة شوية. انا بحب فكرة ان انا ليا وجود في الدراما العربية البان عرب. ويا ترى هي كده انصح من اخواتها مي سليم ودانا حمدان؟ والله دانا خيبة بس يعني حلو، بيقولك ايه، الصيت ولا الغنى؟ الصيت ولا الغنى؟ وايه سر فيديوهات الرقص اللي بتنزلها على السوشيال ميديا؟ بقيت راقصه لولبيه قبل املتك كده. انا عيله صغيره طول الوقت في البيت بغني برقص بقلد، فانا بحب الرقص جدا، فقررت انه ده بقى فن يا راجل. ويا ترى في حد خطف قلبها ولا لسه؟ انا مش هكذب عليك، فعلا انا نفسي اتخطف ومش لاقيه، مش لاقيه لانه انا رومانسيه جدا جدا، ما اعرفش يا اخويا اجيب الرومانسيه دي منين. الفكره ان انت تلاقي الرجل اللي يناسب شخصيتي، الرجل اللي يخطفني لا مؤاخذه. وهلا بالخميس تتارتارارارا، هلا بالخميس، هاف ا نايس ويكند، سلام.